حق يا بابا. في ايه؟ انا كنت بمسح العربيات، سمعت واحد واحده بيقول لها البس النضاره دي، وقال لها شوفي البت دي هي كانت حنين وجوز اختفيها بقى. انت اختفوا حنين؟ اه يا بابا. يا نهار ابيض، تعالي معاك روحوا لي لابونا. تعالي معانا احنا، تهزقتنا ومسحت بكرامتنا الارض هي وامها. اسمعي بس، انت يا بنت انت اخر مره اشوفك بتلعبي مع بنتي ولا تمسكي لعبها، انت فاهمه؟ انت اخر كده بوابه تتنصي تمسحي تسيالك، ما تلعبيش مع عيالنا. انا يا طنط؟ ايوه انت. طب والله يا طنط هي بتقول لي والله لو ما لعبتيش معايا هقول لماما ان انت ما تلعبيش معايا وخليها تزعقلي. انت العب معاها والله. انت كدابه، وانا هلعب مع المناظر دي؟ انت بنت بواب، هلعب معاك انت؟ انا بنتي ما بتكدبش عليا، وانا اللي بشوفك بتلزقي في كل العيال بتاعت العماره عشان تلعبي معايا. انا اسف والله، معلش. لمها شويه، في ايه مالها دي؟ جبت لنا الكلام يا امنيه، قلت لك ما تلعبيش مع حد. والله انا مش هسيبك. صحت ايه يا ندى؟ بيمسك لعب بنتي وبتلعب معاه وانا خايفه من الجرب والقرف. لا لا انا ما بتكلمش معاهم كده، لا لا ست هاني الكلام هيمشي. بواب هنا تقول حاضر ونعم. هتأمرك ماشي. تعالى امسح العربية يلا. ماشي هتأمرك ماشي. يلا ما تعتقدش. انت يا قطاع عشنا وجايب لنا الكلام ده، انا هخلي يومك اسود. والله يا ابويا انت تطلب مني العب معاه. انا ما لعبتش معاه والله، انت تطلب مني. طب يلا خش خش تكنس. ليه كده؟ تكنس يومك مش هيعدي النهارده. ايوه يا فندم. بابا الشحنه هتكون عندك في ميعادها باذن بابا. استنى بس مع حنين. انا رايح العب بالعجله هنا. طب روح يا حنين، بس خلي بالك لا تقعي. بس حاضر ماشي. ايوه يا فندم. جبت لنا الكلام كده يا امنيه، ينفع يا امنيه؟ حرام والله العظيم يا امنيه اللي انت بتعمليه فينا ده يا امنيه. صباح الخير يا ام امنيه. صباح الخير يا مغادره. مالك يا حبيبتي زعلانه كده ليه؟ ام حنين لسه مبهدلانا. ليه بس؟ امنية بتلعب مع حنين. طب فيها ايه لما تلعب يعني مع حنين؟ قالت لي لا اللعب، وامنية بنت بواب وبهدلتنا والله. لا لا الا الله، ولا كلنا واحد، ولا يمكن انا عند ربنا احسن منك. هي حنين بتلعب معاها والله. لا بنتي ليه ما قلتلهاش كده؟ ما قلتلهاش ليه ان بنتي كده؟ ما صدقتنيش، هي بنتي مش كذاب. معلش معلش، بعد كده غزل هي عندك، تعالي العبي مع غزل في اي وقت. شكرا ربنا. تعالي العبي فوق حتى مع بعضيكم. ربنا يخليك. ما تزعليش معلش. والله وكمان بهدلتنا وقالت لي بس بس اهدي 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 بس اهدي. حاجات وانزل اجيبها لها من غير مقابل وترجعني بالحاجه خمس ست مرات. طب وليه؟ ليه؟ طب لا بعد كده قولي لا بعد كده. انا هكلمهم او هعلق كده ورقه في دخله العماره، ممنوع ام امنيه تجيب طلبات لاي حد من العماره الا بمقابل هي تحدده. ولو حد عايز في الشهر انت اللي تحددي المقابل اللي انت هتاخديه في الشهر كام. تيجي اجيب لها الحاجه تقولي لا مش عاجبني. يا ستي احنا اتحاد جوزي ماسك اتحاد الملاك، ما تقلقيش من اي حاجه، انا هظبط لك الدنيا كلها. ربنا يخليك يا رب. معلش ما تزعليش، وان شاء الله اللي انت عايزاه هعمله لك، ولو عايزه اي حاجه خليها تيجي تقعد معايا. والله انا خايفه بس تقطع عيشنا. لا يا حبيبتي ما تخافيش، احنا ماسكين اتحاد ملاك العماره ما تقلقيش، وانا اصلا هقفلك ما تخافيش، ما حدش يقدر يمشيك. ربنا يخليك. لو عايزه اي حاجه تعالي في اي وقت. ربنا يخليك. ماشي يا رب. وانت يا امنيه اي وقت تعالي العبي مع غزل. ماشي هستناك. وماشي ماشي يا ماما. ما تزعليش. تعملي زي طنط الثانيه وتزعلي. لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي، انت وغزل واحد، انت وغزل واحد يا حبيبتي. شكرا. ماشي مع السلامه. ما تزعليش يا ماما امنيه. باي يا منى. بقول لك ايه يا امه؟ شايف البت اللي راكبه على العجله دي الحمراء؟ ايوه شايفاها. بقول لك ايه؟ لا تاخدي النضاره. تلبسي النضاره، الشغل بتاعنا انت فاهمه الدنيا تعملي ايه؟ انت المره دي بقى لا تعبت. اسمعي الكلام يا امه. تعبت ولا. انت احسن لاقي عليكي. هتقولي لها يا بنتي مش شايفه والشغلتين دول وابني سابني مش شايفه، واسيني اول شارع 13 وانا استناكي هناك خدها منك بالعربيه. ماشي. عرفتي يا امي؟ بصي يا اما انا هقول لها توصلك. ماشي ماشي، واستناك هناك على اول الشارع. خلاص فاهمه؟ ماشي. اوعي تتلخبطي تعملي حاجه غلط يا امي. لا ماشي. فهمتي الدنيا ماشي. ايه؟ ماشي. انا هخليها توصلك. والله انا مستعجل وكده. ماشي. وهي توصلك. ماشي. ماشي. حبيبتي بقول لك ايه؟ اسمعني يا عم. معلش عارفه شارع 13؟ اه عارفاه. كان ممكن توصلي الحاجه، هي ما بتشوفش عشان مستعجل بس. طب ينفع بس اقول لبابا وديله العجله؟ لا يا حبيبتي ما تقولوش، ده دقيقتين بالظبط. لا يفرح قوي لما انت ترجعي البيت وتحكي له
اللي هي ما بتشوفش وانت وصلتيها يفرح بيكي قوي. سيب العجله هنا الدنيا امان. ماشي ماشي عشان مستعجل بس. ماشي حب استني بس احط العجل. تعالي يا تعالي. انا كنت بمسح العربيات سمعت واحد وواحده بيقول لها البسي النضاره دي وقال لها شوفي البت دي هي كانت حنين وجوزي اختفيها بقى مش عارفه حنين؟ اه يا بابا يا نهار ابيض تعالي معاك روحوا لي لابويا احنا تهزقتنا ومسحت بكرامتنا الارض هي وامها اسمع بس اطلعي حرام اطلعي لا مالناش دعوه اسمع مني بس اطلعوا لي امها بقى الحق حنين راجع بص تعالي امنيه طب تعالي وصليه لحد فوق لا 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 بابا مش هيقدر لا تعالي بس تعالي لا 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 بابا هيزعقلي تعالي لا بابا هيزعقلي ايه ده تعالي يا حبيبي تعالي تعالي الشقة تعالي لا تعالي لا انا عايز اروح لبابا انا هوديك لبابا تعالي خد تعالي تعالي في ايه اختفوكي؟ لا تعالى انا مش هسيبك تعالى كده مش هسيبك يا عم لا مين معاهم؟ ودي تعالي بس انا مفاجأة يا حبيبي انا بنت معاكي من المدرسة اديني لبابا بابا في البيت؟ اه في البيت تعالى ازيك اديني لبابا مش هديك لبابا ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش بنت معاكي في المدرسة لا 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 فين هي؟ انت فينك؟ ايه يا حبيبي؟ ايه يا بنت مالك يا حبيبتي؟ خلاص انت مالك يا حبيبتي؟ انت عملت فيها يا جدع؟ تعالى سلموا على النقطة. أنا جبت في مرة والله ربنا ساتر الحمد لله والله العظيم ربنا ساتر الحمد لله أقسم بالله ما هعمل حاجة تانية والله ما تسيبوش والله ما هعمل حاجة تانية مفيش لا لا النبي سامحني يا بيه أقسم بالله ما هسيبك إلا بالنور وحياتك يا يا ماما جندله بلعب بالعجل في ايه تاني يا ام حنين برضه مع ام امنيه اسكتي يا ايه كانت هتتخطف مني ماليه الا لو بعدين امنيه اللي شافت كل حاجه امنيه اللي تحكي والله جدع يا امنيه والله برافو عليكي اصل انا كنت واقفه امزح العربيات فلقيت واحد وواحده بيكلمها بيقول لها بتلبسي النضاره دي واعملي على البت لابسه احمر اللي انت عاميه فلقيتها قالت البت انت عاميه وخليتها ومشت ما اعرفش اللي حصل تاني رحت جريت على بابا وبعدين هو راح واحده بتقول لي تعالي وصليني عمو بيقول لها ايه وصليني شارع 15 عشان عندي شغل رحت وصلتها عمو مسكني وعايز يدخلني جوه وبيقول لها افتحي لي الشقه وبعدين ابو امنيه راح مسكني وضربه وراح اختي لابسك وانا وامنيه وروحنا الحمد لله جت على قد كده والله كتر خير ابو امنيه شفتي اللي انتوا عاملين تشتموهم وتهزقوهم هم اللي نفعوكم لولاهم انتوا كدبتكم ضاعت ربنا يخليكم بجد انا متاسفه والله عشان تكوني فاهمه حاجه يا يا ام حنين احنا كلنا واحد لا في واحد بواب ولا في واحد مش بواب احنا كلنا وبعدين دول اسمهم حارس العمار يعني هم لولاهم هم اللي حارسنا ده هم مش بيناموا بالليل عشان يحرسوا اعتذر لكم جدا والله المفروض على فكره برضه ابو امنيه برضه تعتذروا له وبجد يعني انتوا المفروض تقدموا له هديه او تدي له على الاقل مكافاه نتيجه اللي هو عمله اكيد طبعا ربنا يخليك مش عايزين حاجه لا يا ام امنيه تسال اكتر من كده يا ام امنيه اه طبعا انتوا نقصتوا بيتي يا عيال كان ايه اللي حصل لها معلش الحمد لله اني رجعت بالسلامه ندي ربنا معلش الحمد لله يلا بينا نطلع فوق بس ايه ادي انت تطلعوا فوق ترتاحوا شويه يلا بينا ماشي يلا الحمد لله كانت سليمة والله انا مش عارف من غيرك يا محمود كنت عامل ايه ربنا يخليك ده مأمور القسم بيقول ده خطفين سبع عيال الحمد لله الحمد لله الحمد شكرا يا امنية ربنا يخليك يا امنية عفوا يا عم ندى نزلي حنينة ندى شكرا يا امنية انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه يا امنية والله كان زمان بنتي مخطوفة يا امنية لا يا عم والله
بس يا عمو هل هي لما انا هي بتقولي تعالي العب معايا لما اجي العب معاها بتقعد تشتكي مني؟ لا 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 انا بعد كده خليها تلعب معاك والله والله طبعا. امنيه امنيه جدع تأسف الامنيه طبعا انا اسفه قوي امنيه لا احنا عايز شكرا جدا بعد كده كل سبت وانت رايح النادي امنيه تاخديها معاك طبعا تجيب لها الطقم انا بتاع النادي وكل سبت تروح معاك النادي لو سمحت يا محمود امنيه ما شوفهاش خمس عربيات تاني ولا السلم ولا ملهاش دعوه بالزباله ولا اي حاجه تذاكر ما عندهاش مذاكره تطلع تقعد مع حنين في البيت فوق ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك ولبس النادي اجيبه لك السبت الجاي حنين ديت في عينيا ما تقلقش خلي حد يبص لها وناكله والله العظيم اكله كده محمود خالد معايا لا رب لا والله والله لا والله ما يحصل ربنا يبارك دي حلاوه حنين رجعت الله يخليك ربنا يخليك يلا حنين وانت اي خدمه تحت امرك وانت عارف انا بعزك ازاي ماشي على فكره خلي بالك من نفسك يا حنين عشان مش حد يعمل فيك كده حاضر بس تعلمي من الدرس ده حاضر بس تعالي العبي معايا ماشي يلا روحي العبي مع حنين يلا العب معايا يلا ماشي